تقول لنا على المفاجأة؟ نروح لمفاجأة، مفاجأة غير متوقعة بصراحة يعني. طيب، في مفاجأة من المفاجآت غير المتوقعة شهدتها جامعة المنوفية، وأنا بقى منوفي الأصل أصلاً، فلازم نتكلم على الموضوع ده. وده كان خلال حفل تخرج طلاب وطالبات كلية التربية. كان في أهم يعني كان في عفواً أم لطالبة أصرت على حضور حفل تخرج ابنتها رغم إن هي مريضة، والأم ظهرت في الحفل وطلعت تحتفل مع ابنتها وهي لابسة ماسك ويعني متوصل بأنبوبة أكسجين. إحنا معانا على الهاتف السيدة هانم علي، والدة الطالبة نيرة خالد. صباح الخير يا أستاذة هانم. صباح الخير. يعني ألف مبروك لتخرج نيرة، وأكيد في سبب وقصة وراء إصرار حضرتك على حضور حفل التخرج رغم ظروفك الصحية يعني. ألف سلامة عليك. الله يسلمك. عرفينا القصة بقى. الحمد لله، والله يا نيرة أثرت، يعني كانت نفسها تفرح معايا بيا ساعة التخرج يا ماما، عشان أنا بقالي فترة كبيرة قاعدة في البيت ما بخرجش خالص، قاعدة على الفون على طول. فهي في الحفلة قالت يا ماما أنا عايزاكي تبقى معايا، فأنا قلت لها لا يا نيرة معلش أنا تعبانة ومش هقدر أكون معاكي. فقالت يا ماما خلاص أنا مش هروح الحفلة عشان أنت ما سبتيش لوحدك، أنا مش هروح الحفلة. فقلت لها لا يا حبيبتي لازم تفرحي زي زمايلك ولازم افرح بيكي انا كمان، يعني برضو بقالي فتره كبيره قاعده وهي تعبانه معايا، تعبانه معايا في البيت هي اللي شايلاني، ولازم افرح بيها وافرحها. ربنا يخليه. ولازم افرحها طبعا واستصحابها. فالحمد لله على كل حال. انا اصلا اول ما قولت الاسطوانه وقعت والجهاز اتكسر، الحمد لله الحمد لله على كل حال. وكانت هتمشي اصلا توديني مستشفى عشان اعلق اكسجين، فانا الحمد لله تصرفنا وجبنا كاس تاني وقعدت معاها لحد ما قدمت هي التخرج بتاعها والحمد لله. لا احكي لنا، احكي لنا اكتر. اول حاجه طبعا الف سلامه على حضرتك، بنتمنى لك طبعا الشفاء العاجل. عايزين نعرف ايه اللي حصل. يعني حضرتك بتقولي احنا شايفين شباب دلوقتي على الشاشه بيسندوكي، وانت قايمه الاسطوانه، اسطوانه الاكسجين اتكسرت؟ لا، وانا اول لما رحت واصحابها بيسلموا عليا الاسطوانه وقعت اتكسرت. فهم عملتي ايه؟ الشباب اللي هناك واقف جنبي وجاي عملها لي والله يبارك لهم، وابني جاب لي واحده وجوزي جابوا لي واحده تانية ركبناها على ما وقفت معاها بدقيقتين دول بسرعه يعني. احنا شايفين طبعا مشاهد على الشاشه دلوقتي من تخرج نيره، حاجه بصراحه يعني فرحتي قلبنا. يعني احنا طبعا متضايقين ان انت تعبانه، لكن في نفس الوقت منظر احنا فرحانين بيكوا انتوا الاثنين. الحمد لله. يعني هو الفيديو بصراحه يعني حاجه يقشعر لها الابدان، يعني مشاعر امومه خالصه يعني. الحمد لله. طبعا هي لازم تفرح، هي لازم افرحها زي ما هي مفرحاني وقاعده معايا، وبصراحه شايفه طلباتي لازم كمان، ده برضو تعبها السنين. الحمد لله الحمد لله لازم تفرح برضو باصحابها. استاذه هانم، توقعتي ردود الفعل اللي على السوشيال ميديا دي؟ لا والله ابدا ابدا، اصلا انا كمان ما كنتش اتوقع ان في حد هينشر الفيديو او يعملوا كده. يعني هم والله ابدا، انا كنت قاعده اصلا يعني كمان بعيد، ما كنت علشان نيرة تاخد راحتها مع اصحابها كانت مقعداني. فبعدين اللي كان الصف بتاع الحفله شافني وانا قاعده على الجهاز، فقال لي لا لازم نيرة تفرح بيكي وسط اصحابها. وهي بتستلم الدرع بتاعها راح هو اخذني من ايدي واتفاجئت بيا وراها على وراها كمان، والله ما حدش كان يعرف اصلا ولا انا كنت اعرف ان هو يحصل كده اصلا. يعني ولا هي نيرة ما كانتش تعرف اصلا ان حضرتك رايحه؟ لا هي عارفه ان انا معاها. انا رايحه بس ما كانتش تعرف، ما حدش كان يعرف ان انا هطلع لها فوق. حضور فقط، لكن مشاعر الامومه هي اللي خلتك تنزلي وتروحي تباركي لها وتحضنيها ما هي طبعا ما كانش حد يعرف اصلا ان هي وهي بتستلم انا اطلع. لأن اتفاجئت اصلا وهم بياخدوني كمان الشباب ودوني عندها، لان انا برضو الحركه عندي صعبه ما بقدرش امشي كتير. يعني انت كنت عايزه تفرحي بس نيره، فرحتي ملايين المصريين، واتمنى الردود الفعل الايجابيه اللي انت شفتيها دي تبقى انت كمان فرحتك. بنتمنى لك شفاء عاجل، وبنتمنى لنيره كل التوفيق اللي جاي في حياتها، ويعني الف الف مبروك ليها، وان شاء الله ان شاء الله تشوفيها كده من احسن الناس. بنشكر السيده هانم علي والده الطالبه نيره خالد.